أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. أما بعد إخواني في الله، يعني شباب مصر وبنات مصر ورجال ونساء وأطفال مصر، رسالة صغيرة. مهموم ليه؟ زعلان ليه؟ مكتئب ليه؟ الناس الوقت كل ما تنظر في وجه أحد تجد الحزن على وجهه، ممكن وشه بيضحك ولكن قلبه مش قادر يضحك. هذه الكلمة رسالة، رسالة لكل واحد عنده عقم ونفسه ربنا يرزقه الذرية، كل واحد مريض ويترجى الشفاء من الله، كل واحد ابنه معذبه، كل واحد او كل شاب غرز في معاصي ومش مصدق انه ممكن يتغير، كل واحد حزين علشان مصر، كل واحد حزين علشان اللي بيحصل في بورما وفلسطين وفي سوريا. رسالة يا اخوانا، اتخذ الله صاحبا، اتخذ الله صاحبا. ربنا كبير يا اخوانا، ربنا كبير. الامل في الله، الامل في الله العظيم. يروى ان في واحد مسجون محكوم عليه بالاعدام، الملك بتاع البلاد بيلف على السجون فلقاه قاعد في زنزانة لوحده وحزين. قال له انت قاعد حزين ليه؟ قال له انا الفجر محكوم عليا بالاعدام. قال له طب تطلب ايه؟ قال له اطلب ان انا تعفو عني، ما موتش ما تعدمونيش. الملك قال له انا هسيب لك باب للنجاة من الزنزانة، لو انت اكتشفته قبل الفجر انا هأمر جنودي بره ان محدش يتعرض ليك. الملك خرج، صاحبنا قاعد هيتجنن بيدور الباب فين، بيبص لقى في سقف، قاعد يكسر في السقف، طلع لقى دور، طلع لقى سطح القلعة، لا يمكن يكون ده طريق النجاة. نزل الزنزانة، بيبص لقى جدار، قاعد يكسر في الجدار، لقى طريق طويل نهايته سد، لا يمكن يكون ده طريق النجاة. برجع الزنزانة، بيبص في الأرض قاعد يحفر فيها، لقى نفق بيجري فيه، لقى طريق سد، لا يمكن يكون طريق النجاة. رجع الزنزانة هيموت من القهر والحزن والتعب. الفجر الدن الملك دخل عليه، قال له انت لسه هنا؟ قال له انا عملت كل حاجة عشان انجو من الطريق، عشان الاقي الطريق اللي انت قلت لي عليه، انا ما لقيتش الطريق اللي انت وصفته لي، انا موتت نفسي عشان اعرف طريق النجاة فين وما لقيتوش. الملك ضحك، قال له انت عارف طريق النجاة كان ايه؟ طريق النجاة كان بوابة الزنزانة اللي انا خرجت منها، انا امرت جنودي بره ان محدش يتعرض ليك. انت فكرت في كل طريق الا اسهل طريق، انت فكرت في كل سبيل الا اوضح سبيل. يا امة محمد، يا شباب امة محمد، يا رجال امة محمد، يا نساء امة محمد، كل المشاكل اللي عندنا، كل الهموم اللي تعبانة، دايما بنفكر في اي طريق الا اسهل طريق، طريق ان احنا نتوجه الى الله، طريق ان احنا نتصل بالله. اتخذ الله صاحبا. اخواني في الله، كان عندنا شاب من الشباب في البلد بتاعتنا في المنصورة، الشاب عايز يتجوز يعمل ايه؟ اكتر مشروع ممكن يكسبه الوقت ايه؟ فتح قهوة من القهاوي. بعد شهر واحد اتجوز، لما اتجوز كان نفسه زي اي شاب ان مراته تنجب، ان مراته تبشره ان هي حامل. عدى شهر واثنين وثلاثة ومراته لم تحمل، بدأوا يجروا على الدكاترة، يروحوا هنا وفي مصر وفي كل مكان، لحد ما عدى سنة ولم تحمل، سنتين ثلاثة أربعة ولم تحمل، بالآخر يأس، لحد ما عدى 11 سنة ومرأته عاقر وهو لا ينجب. بعد 11 سنة أحد إخواننا معدي من قدام القهوة اللي هو فيها، فالقاعد فدخل ينصحه ويقول له المال الحرام ممكن يعمل إيه؟ ويقول له ان ده مال حرام لازم يتوب الى الله منه. الشاب قلبه تأثر، تاني يوم قلب النشاط بتاعه لما اكل حلال، لمطعم، لمال حلال. نفس الشهر اللي ربنا تاب عليه من المال الحرام، نفس الشهر بعد 11 سنة عقم، بعد 11 سنة عدم انجاب، بعد 11 سنة لف على كل الاطباء فاذا بزوجته تحمل، واذا باول ابنائه اول ما تاب الى الله من المال الحرام. اخوانا هنشوف كرم ربنا لو تبنا ربنا، هنشوف فرج ربنا لو تبنا ربنا.
احد شبابنا سافر فرنسا، راح هناك ارتكب كل الكبائر والموبقات. لما رجع مصر هنا، لما رجع بلده، حول الشقة بتاعته لمكان بترتكب فيه جميع الموبقات، الزنا، الخمور، المخدرات. هذا الشاب مرة وهو قاعد يأكل، لقى الصورة بتتهز ولقى نفسه مش قادر يمسك المعلقة. عشان يمسك الكوباية يحاول 20 مرة، عشان يمسك الشوكة يحاول 20 مرة. راح لتمانية وتلاتين دكتور ولا واحد عارف يعالجه. سافر فرنسا، راح لأكبر دكتور في العالم في علاج المرض ده، قعد معاه 6 شهور. الدكتور قال له انت حالة من كل 13 مليون بني آدم يجي لهم المرض ده. في النهاية الدكتور قال له مالكش علاج عندي، انا مش هقدر اعمل لك اي حاجة، الطب مفيش له عنده حل للحالة بتاعتك. الشاب رجع محبط ويائس ومهموم ومعذب، والدنيا كلها مشوشة قدامه. مرة وهو معدي جنب جامع لقى شيخ بيدي درس في الجامع، اخيرا فكر في طريق ربنا، اخيرا فكر انه يقف على باب ربنا، اخيرا فكر انه يقول يا رب. دخل الجامع اتأثر بالكلام، قال يا رب لو شفتني انا هصلي، عمره ما سجد لربنا ولا سجدة، قال يا رب لو شفتني هصلي. رجع حضر درس بعده لقى الشيخ بيقول ان ربنا ما بيتجربش، ربنا لا يجرب. بدأ يصلي فعلا، الليلة اللي بدأ يصلي فيها راجع بيحاول يأكل فيها، لأول مرة يلاقي الصورة بتثبت قدامه، يلاقي الصورة ما عادتش مهزوزة. من الفرح قام يمسك في كل حاجة، وقع من طوله، لسه الشفاء الكامل مجاش. في خلال أسابيع مع الاستمرار في الصلاة ربنا شفاه من المرض اللي أكبر أطباء العالم معرفوش يعملوا له حاجة. اتخذ الله صاحبة. يا جماعة عايزين نحب ربنا، عايزين نعرف ربنا يقدر يعمل لنا ايه، عايزين نعرف ربنا لو اقبلنا عليه هيغير حياتنا ازاي، هيحل مشاكلنا ازاي، هيفرج همومنا ازاي. يا اخوانا شبابنا وصلوا لفين؟ الشباب بتوع مصر وصلوا لفين؟ السنة دي كان الواحد بيصلي التراويح وينزل يلف على الكافيهات يقعد مع الشباب يشوف شبابنا وصلوا لفين. شاب من الشباب اتصل قال انا هنتحر. هتنتحر ليه؟ انا عملت كل حاجة وعايش معذب. الشاب ده دخل اعتكاف يوم واحد حياته اتقلبت 180 درجة. كنا في مكان من تجمعات الشباب نازلين نكلم الشباب عن ربنا، لقينا شاب مركب في العربية بتاعته طقم صوت ب10,000 جنيه او اكتر، وفتحين الكاسيت على اعلى صوت، وواقف يرقص في الشارع بيرقص، واصحابه لفين حوالي دايرة، واللي يشوفه يقول ده اسعد انسان في الدنيا. واحد من اخواننا دخل يتكلم معاه، دخل يوعظه. هذا الشاب اللي واقف بيرقص في الشارع والله العظيم اول ما قلبه اتحرك قال لصاحبنا انا من 3 ايام كنت بحاول انتحر. انا من 3 ايام كان بيحاول يقطع شرايينه عشان يموت. شبابنا وصلوا لفين يا جماعة؟ شبابنا وصلوا لفين؟ احد الشباب بيقول لي احنا كل حاجة عندنا اتحرقت، كل المعاصي اتحرقت، ما عادش في حاجة ليها طعم، بقى نفسنا نبطل معاصي شوية عشان لما نرجع نعصي يبقى المعصية ليها طعم. احد الشباب ليلة 27 جمعنا الشباب وربنا اتى بقلوب الشباب البعيد عن ربنا. واحد بعت لي ورقة، كنا عاملين قعدة تفتح لي قلبك، كل واحد يفتح قلبه يقول ايه مشكلته. شاب بعت لي بيقول لي انا ما عنديش غير مشكلتين بس، ايه هما؟ الخمر والزنا والعياذ بالله. الى هذا الحد يا اخواني في الله، كنت في خطبة الجمعة في القاهرة، وانا داخل ادي الخطبة لقيت سينما جنب الجامع، ولقيت شباب وفتيات امام السينما. داخلين فين دول؟ دول مستنيين فتح الباب. الناس داخلة تصلي في الجامع وهم مستنيين فتح باب السينما. الى اي حال وصلت شبابنا؟ عايزين ربنا يغير اللي احنا فيه، عايزين ربنا يتوب علينا من اللي احنا فيه. لو اتغيرنا. عايز تعرف قدرة ربنا؟
اعبد ربنا. عندنا ام من الامهات وزوجها دكتور، ابنهم طفل صغير، الولد وهو بيلعب بدأت رجليه تقع منه، بدأت ايديه ما تتحركش، جروا بيه على المستشفى، قالوا لهم هناك ده مرض فيروس بيجي في المخ في الاطفال، غالبا الطفل ده بيموت، واتحط في العناية المركزة، بدأت عضلات جسمه كلها تتشل لحد عضلات التنفس ما تشلت، اتحط على تنفس صناعي، الولد القلب توقف كذا مرة وعملوا له انعاش والقلب رجع، بدأ يخرج رغاوي من بقه، ابوه قاعد مع والدته يعزيها. الكلام ده كان يوم 27 رمضان، ابوه قاعد مع والدته يعزيها، يقول لها خلاص ده وديعة ربنا ياخدها متى شاء. احد اخواننا راح يزورهم قال لهم داووا مرضاكم بالصدقات، داووا مرضاكم بعبادة الله، داووا مرضاكم بالصدقات. كانوا ليلة 27 رمضان، الام نزلت خدت كل الذهب بتاعها باعته وتصدقت بثمنه على الفقراء. بعدها على طول الولد بدأ يحرك ايديه، في خلال اسابيع ابنهم كان بيجري ويلعب قدامهم تاني. الاطباء قالوا لهم احنا عمرنا في حياتنا ما شفنا طفل جاله الحالة دي وعاش الا طفل واحد حرك كتفه وبعد شهرين مات تاني. اتخذ الله صاحبة. ان احنا نتخذ الله صاحبة، ان احنا اخواننا زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول ربنا صاحبنا. ربنا يبقى معايا ازاي وانا مش معاه، ربنا يبقى معايا ازاي وانا ما اعرفش شكل الشارع ساعة صلاة الفجر، ربنا يبقى معايا ازاي لو انا مش مع ربنا. ارضيه عشان يرضيك، ارضي ربنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يرضيك. يا اخوانا عايزين نشوف حفاوة ربنا، عايزة تشوفي كرم ربنا، عايزة ربنا يجوزك احسن جوازة، عايز ربنا يشفيك من المرض اللي عندك، عايز ربنا يهدي لك ابنك، عايز ربنا يديك وظيفة، عايز ربنا يهدي قلبك، عايز ربنا ينقذك من اللي انت فيه، عايز ربنا يديك ذرية، عايزين ربنا يفرج عنا اللي احنا فيه لو اقبلنا على الله. احد الناس كان عنده عقم ما كانش بيخلف وكبر وما خلفش، عدى سنين طويلة وما خلفش، وكان راجل اعمال قاعد مرة في صفقة مع احد رجال الاعمال، فكان في بيت راجل الاعمال التاني، فكان عنده ولد صغير حلو كده، فالولد طلع يجري يلعب معاهم، فرجل الاعمال اللي عنده الولد حب يغيظ اللي لم يرزق ذرية، قاعد يلعب ابنه وقال له تعرف تجيب عيل زي ده، تعرف تجيب عيل زي ده. الرجل الذي لم ينجب سكت وعداها، واول ما خرج بيقول خرج وهو مش عارف يفكر في حاجة ولا قادر يروح بيته، خرج من القهر فضل ماشي في الشارع بيبص للسماء وبيقول لربنا يا رب انا ما اقدرش بس انت تقدر، انا ما اقدرش بس انت تقدر. فما كان شهر واحد، شهر واحد الا وتنزلت الاجابة من الله وانجبت زوجة ذلك الرجل. اخواننا في الله، يا جماعة اوعى يكون ليك رب بالعظمة دي والقدرة دي وانت حياتك مليانة مشاكل. مش ممكن انا لو ماشي مفيش في جيبي فلوس وابويا ماشي جنبه جنبي في جيبه مليون جنيه انا همشي بطمن، لان ابويا لا يمكن هيسيبني. طب ربنا يملك خزائن السماوات والارض. لو في حياتك مشكلة فكر، فكر ليه ما تحلتش لحد دلوقتي، فكر ربنا ما فرجش الكرب ليه لحد دلوقتي. يا اخوانا عايزين نجدد التوبة، يا اخوانا عايزين نقبل على الله، يا اخوانا عايزين نعرف من هو الله. يا أمة محمد بيقولوا معرفة الناس كنوز، طب معرفة الله مش كنوز. اتخذ الله صاحبا. اللي يبص لوقت الأحوال الأمة، ويبص لوقت الأحوال شباب الأمة، ويبص للنص مليون موقع إباحي اللي بيدمروا شباب الأمة، ويبص للموبقات اللي في نهار رمضان جهارا رهارا
نزلنا على احد القهاوي اللي مليانه الشباب نكلم الشباب. في ظهري كان في 2 شباب، فواحد بيقول للتاني اقول له انك انت ما صمتش النهارده، قال له وانا اقول له انك ما صمتش ولا يوم في رمضان. عارفين يا أمة محمد، عارفين يا شباب أمة محمد، عارفين يا بنات أمة محمد، عارفين عبد الله بن حذافة السهمي، عارفينه عبد الله بن حذافة السهمي صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، صحابي كان بيقاتل وبيجاهد ضد الروم، الروم أسروه حبسوه في سجن الأسرة، ملك الروم كان هيتجنن. هم المسلمين دول إيه؟ المسلمين دول إنس ولا جن؟ المسلمين دول جم منين؟ إحنا أضعفهم في العدد وأقوى منهم في العدة، إزاي بينتصروا علينا؟ هاتولي واحد مسلم أتكلم معاه. قالوا له ده احنا عندنا واحد من اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. قال لهم هاتوه، جابوا له عبد الله بن حذافة السهمي. انا عايزك تتخيل كل الفتن اللي مضيع الشباب الوقتي، كل الفتن اللي مضيع الامة الوقتي هتتعرض على عبد الله بن حذافة في 5 دقايق. دخل عبد الله ملك الروم قال له تنصر وإلا اقتلك، سيب دينك واتبع ديني وإلا موتك. مرضاش. قال له طيب واطلق سراحك هسيبك تنجو، مرضاش. قال له طب تنصر واعطيك نصف ملكي واشركك في النصف الاخر. اتعرض عليه نص الدنيا، نص ملك الدنيا، نص ملك اعظم امبراطورية في الدنيا مقابل انه يسيب دينه. عارفين يا امة محمد قال له ايه؟ عارفين عبد الله بن حذافة قال لملك الروم وامبراطور الروم ايه؟ قال له والله لو اعطيتني ملكك وملك ابائك على ان اترك ديني طرفة عين ما تركته. لو اديتني ملك الدنيا عشان تسيب حجابها مش ممكن، لو اديته ملك الدنيا عشان يسيب صلاة الفجر في الجامعة مش ممكن، لو اديته ملك الدنيا عشان يدخل على موقع يضيع له دينه مش ممكن، لو اديتها ملك الدنيا عشان تفتح قناة فاجرة مش ممكن. قال له والله لو اعطيتني ملكك وملك ابائك على ان اترك ديني طرفة عين ما تركته. ملك الروم قال له اذا اقتلك، هاتوه علقوه واضربوه بالسهام، بس اوعوا السهام تيجي فيه، احنا مش عايزين نموته، احنا عايزين نخوفه، احنا مش عايزين نقتل شباب المسلمين، احنا عايزين نخوفهم، احنا عايزين ندمر عقيدتهم. فلما فعلوا ذلك ولا شعرة تهزت في جسد عبد الله بن حذافة. قالوا له ما تأثرش، ده نفسه يموت في سبيل الله. قال لهم كده طيب عندنا الحل، عندنا الحل بتاع شباب أمة محمد، بدل ما هماش خايفين من الموت دخلوا عجوعوه وعطشوه 3 أيام، وبعد كده دخلوا عليه خمر ولحم خنزير عشان يضطر ياكل منهم. هو ملك الروم عايزه يشرب خمر ليه؟ ملك الروم عايز يحس ان شباب المسلمين اتكسر، عايزين يحسوا ان حرمات الاسلام اتكسرت، عايزين يحسوا ان الشباب والبنات والمسلمين والمسلمات ما عادوش ماسكين في دينهم. فلما فعلوا ذلك عبد الله بن حذافة نظر للخمر ولحم الخنزير وقال اني لا اعلم ان لي رخصة ان اكل من هذا وان اشرب من هذا، اسمع اسمعي، ولكني لا اشمت اعداء الله في دين الله. انا لا يمكن اشمت العدوين في ديني، يا شماتة العدوين لما يشوفوا شبابنا قاعدين قدام 500,000 موقع اباحي، شماتة بوش وشارون لما يشوفوا بناتنا وهم تنازلوا عن حجاب امهات المؤمنين، يا شماتة اعداء الاسلام فينا لما يشوفوا الكورنيش وضفاف النيل عبر مصر كله كابلز كابلز كابلز، يا شماتتهم فينا، يا شماتتهم فينا لما يشوفوا بعدنا عن دين الله. يا شباب، احد الامريكان لاعب باسكتبول امريكي اسلم لما قرأ عن الاسلام وقال يجي مصر بلد الازهر عشان يعرف الاسلام عملي. لما جه مصر ولقى سواق التاكسي بينصب عليه لانه امريكي، ولقى اللي بيشتري منه بينصب عليه لانه امريكي، ولقى الناس بعيدة عن الكلام اللي قرأ عليه في الكتب عن الاسلام، عارفين عمل ايه؟
ارتد عن الإسلام ورجع أمريكا. لما قرأ عن الإسلام في الكتب أسلم، لما شاف أحوال المسلمين ساب الإسلام ورجع تاني. بنت روسية في شرم الشيخ أو في الغردقة اتجوزت شاب مصري، الشاب خلاها تسلم، لما أسلمت بدأت تقرأ عن الإسلام، فعرفت إن الشاب ده ملوش دعوة بالإسلام أصلا ولا له أي علاقة بالإسلام، وبدأت هي تبقى مسلمة بحقه حقيقي. مرة من المرات بيتشكل عليها، بيتشكل معاها وبيعتدي عليها، قالت له بقول لك إيه، اقتنعوا انتوا الأول بدينكم قبل ما تيجوا تقنعونا بيه، طبقوا انتوا الأول دينكم قبل ما تقولوا للناس إن هي تطبقوا. إخواني في الله، عبد الله بن حذافة كان هيموت من جوع وهيموت من عطش، بس قال لكني لا أشمت أعداء الله في دين الله. ملك الروم قال بس خلاص، هو قصته مش أكل وشرب، أنا عارف أجيبه إزاي. دخلوا عليه أجمل امرأة من بنات الروم حتى تفتنوا في دينه، الخدعة اللي ضيعوا بها ملايين من شباب الأمة. فلما دخلت عليه أجمل امرأة من بنات الروم خرجت بعد فترة وهي تصرخ وتقول أدخلتموني على بشر أم أدخلتموني على حجر؟ والله إنه لا يعلم أذكر أنا أم أنثى. بتقول لهم ده حجر، ده ما بيحسش، أنا اللي بيشوفني لا يمكن لا يمكن يقدر إن هو لا يتمنى إن هو إن يبقى في وصل بيني وبينه، ده ما بصليش، ده ما عبرنيش، ده ما مش عارف أنا رجل ولا امرأة. لازم يبقى قلبك حجر، لو في فتنة هتبعد بينك ومن ربنا، لو في حاجة هتقطع بينك وبين ربنا، لازم يبقى قلبك حجر، لازم يبقى قلبك حجر، لو أي حاجة بينك وبين ربنا، لازم يبقى قلبك حجر، لو حاجة هتبعدك عن ربنا ومولاك. بعدها ملك الروم يئس، قال خلاص احنا هنجيب معاه آخرنا، هاتوه وهاتوا قدر من الزيت المغلي، وهاتوا أسير من الأسرى المسلمين اللي معاه، وارموا الأسير قدامه في الزيت المغلي، لما يشوف الأسير لحمه داب وعظمه طفى هيخاف. فلما فعلوا ذلك بكى عبد الله بن حذافة السامي. ملك الروم قال له ايه؟ وقعت ولا ايه؟ بتعيط ليه؟ قال له والله ما ابكي جزعا من الموت، ولكني ابكي، اسمعوا يا امة محمد بيعيط ليه، ولكني ابكي لاني وذلك الرجل كنا نتنافس في طاعة الله وقد مات موته لا اسبقه بعدها ابدا. يا نهار ابيض، هو ده اللي مزعله، ان الراجل ده هيسبقني ربنا؟ هي دي المنافسات بتاعتهم؟ هي دي المسابقات بتاعتهم؟ ملك الروم اتجنن، قال لهم ارموه هو في الزيت المغلي، جم يرموه بكى تاني. ايه لما حسيت انك هتموت خفت ولا ايه؟ قال له ابكي لانه ليست لي الا نفس واحدة تموت هذه الموتة في سبيل الله، وددت لو ان لي 100 نفس كلها تموت هذه الموتة في سبيل الله. ملك الروم اتكسر، مش عارف يعمل معاه ايه. جربنا ان احنا نعرض على شباب المسلمين المركز مرضوش، جربنا نعرض عليهم المخدرات والخمور مرضوش، جربنا نعرض عليهم فتنة النساء والشهوات مرضوش، جربنا ان احنا نخوفهم مخافوش، كانوا مسلمين اوريجينال، كانوا ماركة اصلية. ملك الروم اتكسر، قال له طيب شوفوا طلب منه طلب، بيقول له ايه؟ بيقول له انا اتفضحت قدام الناس، انا منظري ده انا امبراطور الروم، انا منظري بقى بايخ، قبل رأسي واطلق سراحك. البوسة من المسلم كانت غالية قوي، بيقول له بص راسي قدام الناس، منظر قدام الناس واسيبك. ابص راسك، الموضوع ما يكفش ثمنه ولا همه. قال له لا، حتى تطلق سراح كل من معي من اسرى المسلمين. قال له انا موافق لو كل الاسرى هتفرج عنهم. ملك الروم وافق، ورجع عبد الله بن حذافة لعمر بن الخطاب بكل اسرى المسلمين. فلما علم عمر بالقصة، عارفين قال ايه؟ عارفين قال ايه؟ قال حق
على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة. لما نقابل عبد الله ابن حذافة السهمي يوم القيامة على حوض النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله، حق على كل واحد مننا إنه يبص رأسه، لأنه لحد النهاردة رفع رأسنا، لأنه لحد النهاردة بطل بيدينا قدوة. لو كان عبد الله يا شباب، لو كان رضا يشرب خمرة، لو كان عبد الله يا شباب رضا يفتن بالمرأة الرومية، لو كان عبد الله يا شباب رضا يمسك الكرسي بتاع الروم، كان زمانه بقى ايه يا اخوانا؟ يا اخوانا نهاية البعد عن ربنا ايه؟ نهاية عصيان ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ عايزين نعرف حفاوة ربنا، نقبل على ربنا، نقبل على الله. اخواني في الله، قال تعالى انه كان بي حفيا، انه كان بي حفيا. سيدنا ابراهيم بيقول ربنا استقبلني بحفاوة، لما جيت له بقلبي استقبلني بحفاوة، لما جيت له بقلبي مش برجلي، ربنا استقبلني بحفاوة. عايزين حفاوة ربنا. انت عارفة انت قلبك بينبض كل يوم 100,000 نبضة، 100,000 نبضة. لو النبضة بشلن كان مين يقدر يدفع ثمنها؟ انت تعرف انك بتاخد كل يوم 28,000 نفس. لو النفس بربع جنيه كان مين يقدر يدفع فاتورة الاكسجين؟ انت تعرف كلتك بتغسل دمك في اليوم 18 مرة وانت ما انتش حاسس؟ مريض الفشل الكلوي بيغسلها في الاسبوع 3 مرات والدولة بتدفع له 2,000 جنيه على حسابها. انت تعرف ربنا عمل لي وعمل لك ايه؟ كل النعم دي ربنا ادهلنا، كل النعم دي ربنا ادهلنا من غير ما نسجد ولا سجدة واحدة، من غير ما نسبح ولا تسبيحة واحدة. امال لو سجدنا؟ امال لو سبحنا؟ امال لو عبدنا؟ امال لو اقبلنا على الله؟ اذا كان الالف مليار خلية اللي في جسمك معنى انك صحيت النهاردة الصبح مفيش ولا خلية فيهم فيها سرطان، يعني 1,000,000,000,000 نعمة على الصبح. اذا كان النعم دي كلها اديها لك من غير ما تعبده، امال لو عبدته؟ يا امة محمد، الاية اللي الواحد من 20 سنة التزم بسببها، كنت لسه في اولى كلية واحد اخواني جه زارني في البيت وقالها لي، آية قلبت حياة الواحد. قال لي ربنا بيقول اسمع بقلبك، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. قلت له انت بتقول ايه؟ هي دي في القرآن؟ قال لي ربنا بيقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. صاحبي نزل وانا قعدت كنت هأجن، ربنا بيقول لي عايز الدنيا تعالى، عايز السعادة تعالى، عايز الراحة النفسية تعالى، عايز الاخرة تعالى، عايز رضايا تعالى، عايز